فريد الأطرش واحدا من الفنانين الذين كان يطلق عليهم فتى أحلام البنات، وكان هذا يثير حفيظة الملك فاروق ملك مصر في ذلك الوقت. وقد قالت إحدى الصحف الصفراء في بداية الخمسينيات من القرن الماضي إن فريد الأطرش كان ينوي خطبة فتاة تسمى ناريمان، ولكن سبقه إليها الملك فاروق والتي أصبحت فيما بعد الملكة ناريمان، مما جعل فريد الأطرش يضرب نهائيا عن الزواج. أغني في خطبتها؟ وفي إيدك إيه؟ Yeah.
كانت ليالي ليالي مرت وراحت. وعهد غالي غالي أحلى قلبي يعطف عالعاشقين ولا حد ينصف المحرومين. والإمتى نصبر على الأسياء مقسوم لغيري وهو لي عينيا وبعيد عليا قدام عينيا وبعيد عليا. شقنا بين الضلوع وبنار فراقنا قد الشموع. طوينا شقنا بين الضلوع وبنار فراقنا قد الشموع. ما فضلش لي الفكر يسرح ويا بكانا وغيرنا يفرح في ليل الأسى.